بونجور وليدات، فيديو جديد غنهضر فيه على واحد بنادم انا صراحة عزيز عليا بزاف. غتكون المسافة بين المغرب وهولندا بعيدة بزاف، لكن الحب وحب السفر حال بين ذلك. غندويو على امين بوسحاق، ولد مدينة سيدي سليمان، 26 سنة، تخصص إنجليزية، جامعة بنو طفيل قنيطرة. فيمكا الهولندية، 22 سنة، تعرف في فيسبوك سنة 2012، بعد مرور سنتين قرر الزواج. جات عنده فيمكا المغرب سنة 2014، تلاقاو في مدينة فاس. من بعد غاد تبدأ رحلتهم حول العالم، رحلة مشوقة جدا، عن طريق الأوتوستوب وعن طريق بيكالا أو دراجة. كانت أجمل تجربة داروها هاد الزوجين، تعلمت منهم أنا صراحة عدة أشياء صراحة، دازت عليهم بزاف من خلال داكشي اللي كيعاودوا. رحلة رائعة حول العالم في عدة قارات وعدة أماكن وعدة لغات، تعلموا بزاف اللغات في هذه الرحلة، تعلموا بزاف الثقافات وأشياء كثيرة. الرحلة مازالت مستمرة. المهم غادي تلقاو في الديسكريبشن الرابط ديال القناة ديالو والفيسبوك ديالو باش تتابعوه وتشوفوا أهم الأشياء اللي دار في الرحلة ديالو. شكرا على التتابع ديالكم، ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.